يعني سنجمل سيرة يوسف ونأخذ منها العظة والعبرة، المحنة وكيف تأتي منها المنحة. الخلاصة أنا عايز والله سورة يوسف مكملها، بس الخلاصة يعني إن في السجن أوجد الله له كل أطياف الشعب المصري من الوزير الغفير، فبدأ يدعو الكل حتى أسلم آلاف على يوسف، على ذي يوسف. فكان السجن بالنسبة له جامعة، السجن فيه وارد وخارج، يرد الناس يؤمنوا ثم يخرجوا. يعني ما كانش مع الاثنين دول بس، لا لا، ده السجن صار دعوة، وصارت أمة مؤمنة ومسلمة على يوسف، ولذا أبقاه الله 7 سنوات رب فيها أجيال، ثم خرج ليتولى الملك. خلاصة الخلاصة يقولها يوسف نفسه في نهاية القصة لما ساق الله إليه أبويه وإخوته وعادوا له معتذرين، وجاءه إخوة لأذلوه 3 مرات أتوه أذلة، 3 مرات في 3 مواضح. تصدق علينا. فلا أول مرة يعني في أول برة، وجاء إخوة يوسف فعرفهم هم أنهم يكونوا إلى آخر الآية. ثم الموقف الثاني لما جاءوا المرة الثانية، ثم المرة الثالثة مع أبيهم. الشاهد نبي الله يوسف لما التقى بأبويه وإخوانه وخروا له سجدا وتحققت له رؤية، عبر بخلاصة هذه التجربة، قال: وقد أحسن بي. فعد كل محنة وقعت له من الله إحسان. سبحان الله. وقد أحسن بي إذ أخرجني. ثم ختم، أين الإحسان؟ قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نفس الآية. فبين أن مشيئة الله للمؤمن كلها ألطاف. الله. والألطاف هي عين المنح داخل المحن. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.